مبادرة كلنا واحد، وصلت مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 23 برعاية السيد رئيس الجمهورية، فعالياتها والتي تمتد حتى نهاية الشهر الجاري لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% تخفيفا طبعا عن كاهل المواطنين. كمان بتشارك منظومة أمان بطرح سلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. تعالوا دلوقتي نشوف تقرير عن المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، ونرجع تاني لحضراتكم. فعاليات مبادرة كلنا واحد مستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري. فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% في السلاسل التجارية المشاركة فيها والشوادر على مستوى الجمهورية. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. الشوادر موجود فيها كل حاجه، كل المستلزمات من ادوات مدرسيه، من سلع اساسيه، من اجهزه كهربائيه، فيعني تقريبا كل اللي هيحتاجه المواطن هيبقى موجود. انا جيت هنا المبادره كلنا واحد جميله جدا، وجيت فيها تلاقيها السكر والرز بكميات كتيره، والزيت، والاسعار كويسه جدا على الاسعار بره بكتير. هذه المرحله تشهد مشاركه واسعه من كبرى السلاسل التجاريه بأفرعها التي يصل عددها إلى 1051 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن 4 شوادر أقامتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وهو ما يسهم في إتاحة وفرة كبيرة من المعروض من السلع بالتخفيضات المعلنة وبجودة عالية أشاد بها المواطنون. وجميع المنافذ والسلاسل التجارية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنوفر كل السلع الاستراتيجيه اللي موجوده من زيت وسكر ورز، وسعداء ان احنا بنشترك في المبادره دي، وبنعرض جميع المنتجات وبكميات كبيره جدا لكل المواطنين. اي حد عايز اي بضاعه باي كميه هيلاقيها في مبادره كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 60%. كل السلع متوفره وكل الحاجه موجوده، وكل واحد بياخد اللي هو يكفيه زياده كمان. الناس بتتكلم على الرز والسكر والحاجات دي كلها، ولقيتها متوفره بكميات وباسعار منخفضه جدا. الحمد لله كله متوفر، الزيت والشاي والرز والسكر والدقيق برضو. لقيت ان الحاجات هنا متوفره بكميات كبيره وسلع كويسه جدا، وانا حابه اشكر جدا سياده الرئيس ووزاره الداخليه على كل الحاجات المتوفره لينا دي. ولمزيد من تحقيق استفاده كبيره للمواطنين من تخفيضات كلنا واحد، وجهت الوزاره سيارات محمله بسلع غذائيه متنوعه لبيعها للمواطنين بالميادين والشوارع والمناطق الاكثر احتياجا باسعار مخفضه. مصر الكبيره في كل ود وكل عصر، والكل عارف ان مصر. أنا كنت معدي في الشارع صدفة كده، لقيت عربيات مبادرة كلنا واحد فيها زيت وسكر ومكرونة وسمنة ولحمة، وأسعار أحسن من بره كتير يعني. مبادرة كلنا واحد موفرة كل السلع موجودة في كل مكان، وكل حاجة متوفرة، والزيت ب21 جنيه والحاجات كتيرة والحاجات متوفرة. كده المبادرة دي كويسة جدا جدا جدا، وكده يعتبر الأسعار نزلت. بينما تواصل منظومة أمان توفير السلع الغذائية عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعة لها على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام، إسهاما منها في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وجميع منافذ منظومة أمان موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. كما تقوم منظومة أمان بتوفير سلع غذائية بأسعار رمزية للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجا. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. كلنا واحد هي الترجمة الواقعية لمعنى تحقيق التكافل مع المواطنين، وهي انعكاس للرغبة الحقيقية لوزارة الداخلية في دعم ومساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم مهما كانت التحديات والمتغيرات.